اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج عنا وعن جميع المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين واصن أعراضهم وارحم شهداءهم وداوي جرحاهم وأمن خوفهم وفك أسراهم ومن أراد بهم خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم كن لليتامى والأرامل والسكالى والضعفاء والمظلومين والمشردين والمعتقلين وكلنا معهم عونا ومعينا وحافظا وناصرا وساترا وأمينا. واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم عليك بطاغية الشام بشار ومن والاه فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك بمن يعينهم على قتل أطفالنا وأمهاتنا وآبائنا وتشريدنا وهدم بيوتنا فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم وقوي عزائمهم وأيدهم بنصر من عندك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.